وصلنا الباحة، اللهم لك الحمد والشكر، ودخلنا الباحة من البوابة الشمالية، تحديدا قرية الأطاولة التراثية. هالقرية لجميع السياح اللي يجون هالمنطقة، يعني مزار معترف به تمام بالتطوير والتحديث اللي سووه فيها، دمجوا حضارتنا الماضين العتيق. بنشوف هنا اخذ جولة فيها، بس قبل كذا بناخذ معلومات عنها. تعالوا خلونا نشوف. اخونا حسين الزهراني رئيس جمعية التنمية بالأطاولة، وما شاء الله تبارك الرحمن، ابيك تعطيني معلومة عنها القلعة او القرية. اولا الله يحييك ابو حشد، الله يسلم ذا الوجه جميعا. احنا اليوم في الأطاولة الأثرية، هذا التجمع السكاني القديم الذي يعتبر واجهة سياحية على مستوى منطقة الباحة، يستقبل الزوار دائما خلال فترة الصيف، يقام مهرجان الأطاولة التراثية. نحن في النسخة السابعة ما شاء الله في هذا العام، يقام مهرجان تراثي يحاكي كيف كان يعيش إنسان منطقة الباحة في الماضي. يا سلام، هذا النسخة السابعة منه. النسخة السابعة ما شاء الله تبارك الرحمن، ترحيب السلام، الله يسلمها الوجه. يا مرحبا يا جماعة الخير، يوم دخلت في القلعة وشفت التصميم والدقة اللي فيه شيء ملفت للانتباه. يعني سنين طويلة مرت على إنشاء هالقلعة، لكن فيها حرافة هندسية ذل العقل. خلونا نشوف دورة المياه حقت المسجد كيف طريقتها. حاولوا لقوا مرة الماء قليل والناس تفضي، وذاك المروش اي شوف طريقته من هناك كيف طريقته، يصب من البير ويمشي للمجرى ويعبي الخمر كلها، وهذا للمروش من فوق ايه، ويجي على الغرفة هذه ايه الحين. شوف شوف مواسير بلاستيك يقولون عشان الماء يجي بارد، يدخل اول عرضات او تقام في هالموقع. شوفوا كيف مسوين مدرج كرسي وتجلس وكل شيء ينعرض قدامك. بسم الله ربي عظيم الشان اللي خلق جنه ولا المخطي النيران، سبحانه الفرد الصمد خابص مات التراث، السيف والبندق ويا الراي والمحراث، حكاية ابطال ثواريهم الاجداد. يا مرحبا مليون في متحف الشملان يا كل. شوفوا الشباب هنا لقينا في هالمتحف أشياء بعضها لحقناه وبعضها ما لحقناه. شوفوا العلب البيبسي هذه، الله يا الدنيا. وش لقيتوا هنا؟ وش تعرفون من هنا؟ وش ما نعرف، أنا عندي نية أبو بس الأول على زين هذا، الله يكفينا الشباب. الأول البيبسي ما يجيب لكم انا الهبوب احد. تعرف هذه يا سعيد؟ هذه المكسرات تعرفها؟ هذه كانوا يروحون للحج، للحج يجيبونها. انا اذكر يوم كنت صغير كانوا يجيبونها. والله انك تبي تشوف. والله انا لا لا هذا فشار فشار. والله انا ذره ذره فشار. شوف شوف علب البيبسي هذه والمريندا. ترعى يقولوا لي من اول. الله ترعى. شوف يا عصير الطماطم. يا الله يا الدنيا. ايه كان عصير الطماطم هذا، كنت تبكي انت يومك صغير لما جبناه لك. هذا كان يشرب عصير طماطم وما ياكل الكبسه اللي ما مكشر. يا اثريه كثيره هنا في المتحف، طبعا جامع كل شيء كانوا يستخدمونه زمان في جميع مستلزمات الحياه. شوف هذا وش هو ابو صعب؟ هذا الهودج. هذا الهودج يحطونه على البعير، يحطون العروسه فيه وتمشي قدام الظهر والعصر وهم والعريس، تدنها عرس تدنها انت، واخذ حرمتهم وشاء. قبل ايش؟ قبل العصر. اي العصر ودخل حرمتهم وشاء. ليش طيب؟ ليش ما فيه انوار هاك الحين ولا فيه لمبات بالليل ولا يعني يحكمهم يحكمهم. انا كنت صغير اجيهم بالتريك نوب، تذكر وين؟ هاك الايام انت ما حتى جيت في المزبه هذا، على المزبه عندي ما حتى جيت في المزبه. المزبه ذاك اللي فوق ما تذكر ابوك ما ادري يذكر ولا ما. ما شاء الله عاشوا الدور. ورع حشر والله ما يتحرك غير عيونه. خليك يجلس، بخليك هنا انت.
تقول ضبه محنط ولد ورع. حتحرك عيونك تحرك عيونك اضحك 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 في قرية الطاولة الآن يا جماعة الخير قريبة من الباحة في البوابة الشمالية من الباحة. القرية هذه يا جماعة لها أكثر من 700 سنة تقريبا، فيها المسجد الجامع، فيها المدارس، فيها بيوت الجيران، يعني حارة كاملة. المتحف هذا اللي تشوفونه حارة كاملة جسدوه من 700 سنة وحافظوا عليه، ونبى ندخل نوريكم. يعني أنا صراحة من الناس اللي أحب التراثيات وأحب الأشياء اللي كذا وأحب الماضي، قلبي يحن له ما أدري ليش. طبعا هذا الحصن اللي في الخلف هذا حصن العثمان، يسمونه حصن المشيخة، يسمون حصن المشيد. طبعا يتكون من 5 طوابق هذا الحصن، 5 أدوار. 5 أدوار نعم، 5 أدوار. كان له رمزية مكانية لصاحب هذا المكان. طبعا تنظم منها الحياة الاجتماعية قديما، من أجمل الحصون ترتيب وتنظيم يمكن على مستوى منطقة الباحة والمنطقة الجنوبية بصفة عامة. أشوف أكثر من مدخل وكثير. أحد الأهالي اسمه جمعان بن سعيد رحمة الله عليه ورحمة الأبرار، هو اللي بدأ بالتعليم في هذا المكان، وبدأ بالطلاب في هذا المكان يدرسهم قبل عام 1300 وتخرج منهم مجموعة. وكان زمان الواحد يتخرج من سادس ابتدائي يسلمون فصل للحاجة يصير مدرس. نعم، ماذا جامع على الأطاول في القرية؟ جامع القرية كله جامع، يصلون فيه فروضهم، والله يكتب أجر من بنا. نبى نتوضأ ونصلي لنا ركعتين لعل الله يقبلها. هذا المسار الأول يتوضأ من الواحد من هذا الأحواض الثمانية، يأخذ 8 أشخاص. والمسار اللي بعده هذا المسار هذا العلوي اللي في منتصف الجدار، هذا الاستحمام اللي يبغى يتروش. وأكيد إن في أحد من الشباب بيتبرع. وفقكم الله. هل صلاة الضحى هذا مجلس الشيخ، الشيخ حق القرية. أنا ما شاء الله أصلاً تدخلت تحس برحابة صدر، هذا وجارهم، هذا المجلس للقبيلة كاملة. حالحين المجالس عندنا 20 في 20 ولا يطيقون بعضهم. الله يعفي عنه. ما أدري ذنب اللي حل. أسعى فصدوه.